والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شهابيب الرحمات. اللهم وسح لهم في قبره مد بصره. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم اجمعنا فيه في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عقاب برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Thank you.